السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم فلسفة الوجود. إذا كنت أول مرة تشاهد قناتنا، ندعوك للضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. إذا قلت هذا الدعاء قبل النوم تصبح على فرحة وسعادة بإذن الله تعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ هذا الدعاء على بركة الله. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله مدبر الأمور. بسم الله الخالق البارئ المصور. بسم الله نور السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله، ولا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. الحمد لله، ولا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. اللهم إني أسألك يا رحمن يا رحيم، يا حليم يا كريم، يا مجيب الدعاء، يا الله، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا من بيده مفاتيح الفرج، اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. اللهم إني أسألك السعادة في ديني ودنياي وفي أهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك من الخير عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم يسر لي أموري كلها يا الله. اللهم أنت ربنا وليس لنا رب سواك، فاللهم قرب إلينا السعادة والفرح والسرور بقدرتك يا عزيز يا غفور، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الهم والحزن والقلق يا الله، إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. اللهم يا رزاق يا متين، إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا الله. اللهم إني أسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا مجيب الدعاء. اللهم قرب إلينا ما ينفعنا وما يسعدنا، كما قربت إلينا حبل الوريد، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، يا قوي يا متين، يا ذا الجلال والإكرام، إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء.
اللهم احفظني من الشيطان الرجيم. اللهم إني أسألك أن تعيذني من شر ما يفرق بين المرء وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الولد وأبيه، وبين الأم وبنتها، وبين الأحباب والأصدقاء. اللهم اصرف عني شر كل بلاء، اللهم اصرف عني شر كل بلاء وبلية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذني من وسواس الشيطان بقول بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارزقني فرح يعقوب وإيمان موسى وفرج يونس واحتمال نوح وتقوى يوسف وطهر عيسى وصبر أيوب وزهد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم في هذا اليوم اجعلنا ممن عفوت عنهم، اللهم في هذا اليوم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمت أجسادهم على النيران وكتبت لهم الجنة برحمتك يا رحيم. اللهم إني أعوذ بك من زوال النعم وتحول العافية وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وتيسيرا في أمري وراحة في نفسي. رب أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، واغفر لنا زلاتنا وهفواتنا، وتب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم ارزقنا سعادة الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا سعادة الدنيا والآخرة يا الله. اللهم آلف بيني وبين بني آدم كما آلفت بين الشمس والنار. اللهم آلف بيني وبين قلوب عبادك الصالحين، واصرف عني كل فاجر وفاجرة وكل خائن وخائنة. اللهم إني أسألك يا رافع السماء بغير عمد، وباسط الأرض على ماء جمد، وأكملت الجبال الراسيات بالأوتاد، وأنزلت ماء المعصرات، يا من لا تشتبه عليه اللغات، يا من لا تخفى عليه الأصوات، يا خالق الخلق والآيات، يا من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أن تحفظني من كل شر بحق لا إله إلا الله وثقلها في الميزان، إنك على كل شيء قدير.
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده واجعل رزقي رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. متابعينا الأعزاء، كان هذا دعاؤنا اليوم، نلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله. دمتم في حفظ الله. سلام.